هناك من يقول إن قول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فيقول السلام على النبي، فهل هذا صحيح؟ أشرنا إلى هذا، سمعتم الكلام، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. الحديث عام، قولوا السلام عليك أيها النبي، ولم يخصص صلى الله عليه وسلم زمنا، ما قال في حياتي. نعم، هذا قول شاذ، اللي يقول لا تقول السلام عليك أيها النبي، هذا قول شاذ.